الأحداث محمد محمود. موجة ثورية دامية حطت مدرسة في التعامل في التظاهرات، لأن كان غاز وخرطوش بيحاولوا يقضوا على حياة كل اللي في الصفوف الأولى. ضرب خرطوش واصطياد لعيون الشباب. كنت بصور بالموبايل والتصوير لسه موجود، لأن من حق المشاهد إن يشوف الأحداث كما هي، ولو عينه راحت فداء للثورة ما عندوش مشكلة. بس وطنه لا يفقد بصيرته بأي شكل أو بآخر. محمد محمود، احنا كنا كفريق عمل، احنا بنتكلم كناس قلنا غطينا الموضوع ده، كنا كفريق عمل كنا موجودين في ميدان التحرير قبل محمد محمود، وكان طبعا وقتها هو شارع عادي، يعني مش ما خدش الصفه المشهوره بيه دلوقتي في الثوره. انا كنت من اوائل الناس اللي دخلوا محمد محمود في بدايه الاحداث، في الاحداث الاولى طبعا، وهي كانت منبثقه من احداث في ميدان التحرير. بدا الثوار يخش محمد محمود في طريقهم لوزارة الداخلية. لو بصنا رمزية الأحداث، هم الناس كانت عايزة تخش تقضي على 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 أسطورة وزارة الداخلية، أو عن الخوف، أو عن الصنم اللي هم بيخافوا منه، اللي هم بيهددهم حتى في البيوت. ده كان من وجهة نظر الثوار، كانوا داخلين ما فيش في إيديهم ما يخيف منهم رجال الشرطة، يعني كانوا داخلين بايادي خاويه تماما من الاسلحه او الى ذلك. حتى كان سلاحهم بعد كده لما الموضوع اتطور كان سلاحهم الطوب. بالنسبه للناس اللي كانت موجوده في الشارع بتمثل اكتر من مجرد مظاهرات، اطلق عليها فرقان الثوره من الناس اللي كانت بتامن بيها، واطلق عليها من منظري الحركه السياسيه او المشهد السياسي الموجه الثانيه للثوره. كصحفية كانت موجودة في الشارع في اللحظة دي، احنا كانت مسؤوليتنا في الجزيرة مباشر مصر كصحفيين اننا بنغطي في الشارع. كنا اكتر من حد في الحقيقة موجودين في اماكن مختلفة، وكانت اماكننا بتتغير، يعني كان بيبقى عندي اوقات تصوير من الميدان، اوقات التصوير من جوه الشارع، اوقات التصوير من مشرحة زينهم، بحيث انه كلنا كنا بنلف وندور في فلك الحدث بشكل متكامل. الأحداث زي ما كلنا فاكر أو عارف ابتدت يوم 19 نوفمبر واستمرت أسبوع كامل، 6 أيام متتالية، وكان المطلب الأساسي فيها هي جت بعد جمعة المطلب الواحد وبعد وثيقة السلمي اللي كان فيه اعتراضات كبيرة عليها في اللحظة دي، لأنها بتدي للمجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات كبيرة، و بتديله مساحات أكبر من اللي كان مفروض مقبول في اللحظة دي. بنهاية جمعة المطلب الواحد الناس روحت بيوتها، بس استمر عدد من الشباب موجود مستمر في الاعتصام أو ما سمي بالاعتصام. المطلب الأساسي كان في جمعة المطلب الواحد كان هو سرعة تسليم السلطة من قبل المجلس العسكري لسلطة مدنية منتخبة، وغالباً كانوا بيطالبوا بتسليمها أعتقد لمجلس الشعب اللي كان من المقرر عقد انتخاباته في نهاية الشهر تقريباً 28 نوفمبر. في البداية كان المتظاهرين بيجروا وراء القوات الأمن اللي اقتحموا الميدان، وبعدين بدأ الاشتباكات بقى، يعني قوات الأمن وقفت وبدأت تضرب غاز مسيل للدموع، والغاز بصراحة كان صعب جدا. أنا غطيت 25 يناير الثورة كلها في ميدان التحرير والأحداث المليونيات كلها، لكن الغاز اللي كان بيطلق في شارع محمد محمود كان غاز جديد، يعني كان اختناق فظيع، يعني ما كنتش أقدر أكمل، خاصة لما كان القنابل بتبقى ورايا، فبنا قدام يبقى قوات الامن قدامي والقنابل ورايا، فانا مش عارف اتراجع مع المتظاهرين لان بقيت متحاصر. الشباب راحوا وقفوا اتظاهروا، كان كلها بعض هتافات، لكن في وسط الهتافات دي في شاب او شابين رموا طوبتين على العساكر، فالعساكر مسكوا طوب وردوا عليهم، فشاب ايه جريوا على ميدان التحرير. كان الموضوع ممكن يقف لغايه هذه اللحظه، وقتها احنا وصلنا او احنا كنا موجودين مع ده وصورنا ده، وحاولنا حتى ناخد وقتها تصريح من اي حد من مسؤول وزاره الداخليه يتكلم على الوضع اللي حصل قدامه، لكن
للاسف الشديد كانت الداخليه وقتها يعني ما فيش مسؤول رضي يتكلم معانا، بل تم يعني تعامل معانا بخشونه شويه، مش بعنف لكن بخشونه. وبدات الاحداث تحصل بعد، او بدا محمد محمود يتكون بعد ما بقى في توارد اخبار عن احتكاك ما بين الداخليه، لان الداخليه بقت تاخد يعني يبدو ان هو بدا تاخد خطه ان هو لابد تبعد الاولاد من محيط الداخليه خالص. بدا التعامل من كل الشوارع في اتجاه ان الشباب ترجع ميدان التحرير، في نفس الوقت الشباب بدات ترجع ميدان التحرير لكن الداخليه بتلاحقهم برضه. بداوا يسلكوا محمد محمود في طريقهم لشارع منصور اللي هيؤدي لوزاره الداخليه. الشرطه بدات تهاجمهم في منطقه متقدمه جدا من عند الجامعه الامريكيه، من او المكتبه التابعه للجامعه الامريكيه. الاحداث من وجهه نظر الثوار ان هم عايزين يهدوا كل ما هو يخيفهم قبل ثوره يناير، اللي ثوره يناير كمان ما عملتوش. فمحمد محمود كموجة ثورية تتبع ثورة يناير، هي عايزين يحققوا أحد مطالب ثورة يناير، وهي الكرامة الإنسانية اللي فقدت في للإنسان المصري. الشرطة قررت إن هي تفض اعتصام مجموعة المصابين اللي اعتصموا من جمعة المطلب الواحد، وباستخدام قدر من العنف. وعلى الساعة 2 أو 3 الظهر كده كنا بنبتدي نتكلم عن إصابات، سواء من جانب المعتصمين أو من جانب عدد من الشباب المعروف جدا زي مالك مصطفى. مالك مصطفى فقد عينه في اليوم ده، أحمد عبد الفتاح مصور صحفي فقد عينه هو كمان في اليوم ده، ويعني مر بمرحلة علاج. رحت الأول المستشفى علشان أشوف اللي حصل مع مالك وأحمد عبد الفتاح وأعرف الستوري حصلت إزاي. بعدها نزلت الميدان، كان في المشهد ملتبس جدا، في مناوشات على أطراف الميدان، لكن الميدان نفسه في ناس واقفة بتتفرج. فضلت في الشارع في اليوم ده لحد تقريبا الساعة 2 أو 3 بالليل. تاني يوم الصبح الساعة 8 أنا كنت موجودة في الميدان، 8:30 كنت مدورة تليفوني وبعمل لايف ستريم، وده كان لأنه في لحظة من اللحظات كان اللايف ستريم هو الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا ننقل، نظرا لأنه الكاميرات كانت بتستهدف، الصحفيين كان سهل استهدافهم، ولأنه كمان الجزيرة مباشر مصر كانت بتواجه بشكل كبير نوع من أنواع العنف أو التعسف من جانب السلطة في اللحظة دي. وكان حصل أنه تم اقتحام المكتب مرة واثنين ومنعنا من التصوير وهكذا، فكان اللايف ستريم هو السلاح السهل بموبايل بلابتوب آيباد واتيفر اللي متوفر في اللحظة دي باللايف ستريم دي. الأعداد بدأت تنزل بكثافة، الداخلية بلطجية كان هو الهتاف الرئيسي في اليوم ده، والشعب يريد تطهير الداخلية، ده كان من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة. طبعا الحال تفجر بشكل كبير. الداخليه وصلت ميدان التحرير لاول مره بعد الثوره، وده كان تقريبا احنا قلنا الاحتكاك ده حصل الساعه 7 بالليل، على 3 الفجر لاول مره الداخليه تضرب قنابل غاز مسيل للدموع يوصل لميدان التحرير. طبعا مع النقل والبث يظل برضو ان انت جزء من الاستهداف في قنابل الغاز او الخرطوش. بدا بقى سقوط مصابين، عين طايره، لا لان كان غاز وخرطوش. وفي اليوم ده انا اصبت هنا في كتفي بخرطوش، وده الدافع اللي خلاني استمر رغم يعني ممكن اخاطر بحياتي، مقابل ان التاريخ بيتكتب بالصوت والصوره زي ما قلت له. وانا بصور من وجهه من 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 الناحيه الثانيه من عند ضباط وافراد الشرطه، لقيت ان هم بيحاربوا جيش تاني، شايفين ان اللي في ميدان التحرير واللي داخلين محمد محمود دولت شعب تاني جاي يحتل ارضهم، بيقابلوهم بكل ما هو قاسي، بيحاولوا يقضوا على حياه كل اللي في الصفوف الاولى. بدا بعض النداءات تخرج ان تعالى نعمل حائط ما بين، يعني الشباب يعملوا حائط ما بين القوات الداخليه من ناحيه والمتظاهرين من ناحيه اخرى، لكن يبدو ان المحاولات دي كلها كانت بتبوء بالفشل. بالفشل يمكن افتكر بشكل واضح وصريح لما الاطباء نزلوا وحاولوا يعملوا كردون. طبعا انا بتكلم مش بشكل تسلسل، الاطباء عملوا كردون بالفعل في محمد محمود ووقفوا على سور محمد محمود. المشايخ علماء الازهر
وقفوا ايضا، لكن كان دايما بيحصل افشال للمحاولات دي. ربما اللي انا كنت موجود فيه وشفت الافشال بعيني يمكن موضوع المشايخ علماء الازهر لما اتضرب غاز وهما بيصلوا، يعني علماء الازهر وقفوا وصلوا بالناس وبدا الناس تهدى، حصل ضرب من محمد محمود. ربما محمد محمود او من الداخليه على الشباب، ربما محمد محمود هي كانت التجربه الاولى للشباب المتظاهرين في العمل الجماعي في الارض. يعني بمعنى اصح شفنا في محمد محمود كوردونات واقفه، شباب واقفه بتعمل طريق للموتوسيكلات، شفنا مستشفى ميداني بيتعمل طبعا في المسجد الشهير اللي ورا ماكدونالدز اتعمل فيه مستشفى ميداني، وبعد كده اتعمل مستشفى تاني قدام كنتاكي، ومستشفى ثالث في اول شارع محمد محمود عشان يبقى قريب من الاحداث. في بعض الدكاتره بداوا يطلعوا قدام في المواجهات مع الشرطه علشان يلحقوا الشباب، وكان بدا يظهر من اليوم الثاني او الثالث لمحمد محمود ان في اصطياد او بدايه او ضرب خرطوش واصطياد لعيون الشباب. جت في عين الواد، جت في عين الواد في امه جدع يا باشا، جت في عينه بقى. انتقلت مباشرة للمستشفى الميداني اللي كانت معمولة بسرعة شديدة جدا في المسجد اللي كان ما بين العمارات في أول شارع محمد محمود. عدد الإصابات اللي كان داخل كان كبير، أغلبها خرطوش واختناقات، خرطوش واختناقات. ودي كانت أول مرة بداية من الشغل على أحداث الثورة بالنسبة لي أنا بشكل شخصي جدا أشوف دكاترة واقفين بيعيطوا، ودكاترة أولاد وبنات واقفين بيعيطوا وفي حالة من الانهيار الشديد. الناس كانت نايمة على الأرض، والمشهد اللي تعودنا بعد كده نشوفه في أكتر من حدث أنه الناس بتخش تترص جنب بعضها والعدد بيبقى كبير. بعد شوية الشرطة وصلت للمستشفى اللي كنا اللي أنا كنت موجودة فيها وضربت على المستشفى نفسها، بس ما دخلتش. ومهم قوي ان انا اقف عند انها ما دخلتش، لانها تاني يوم دخلت على الناس جوه المستشفى بالغاز والضرب. فاللي كان بيلحق يشيل المصاب بيشيله، واللي ما كانش بيلحق واللي كان بيقدر يقوم يجري بيقوم، واتفضت المستشفى دي. لما كان بيقع في ايدهم واحد من الصوار في 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 الخطوط الاماميه، كان بيشوف تعذيب وضرب غير عادي قبل ما يسلموه للجهات المختصه. يعني هو وهم جايبينه من الصفوف الاماميه عشان يرجعوه يركبوه مدرعه او يركبوه عربيه الشرطه، كان بيشوف ضرب. انا يعني انا كنت بصور وشايف ان هو لو وصل لعربيه للبوكس او لعربيه الشرطه سليم او صاحي يبقى هو كده حظه سعيد. وطبعا في فيديوهات بقى انتشرت على قناص العيون، بس كان ملاحظ ان في يعني في مساحة غل وانتقام من الشرطة ضد الشباب ده. وده مش كلام عادي، بس عدد الناس اللي تعورت، عدد الشباب اللي اتصابت بالخرطوش، عدد اللي فقد عينيه جوه محمد محمود، أعداد كبيرة مش أعداد قليلة، بيدل فعلا ان كان في حالة احتقان موجودة، في حالة غل، في حالة كراهية، في حالة ربما تكون دلوقتي اتبلورت او بنت بشكل كبير. محمد محمود كانت بتكرس فكرة ان انت في خوف، الشباب عنده خوف ان الثورة تسرق منه، وان يتم دخول الداخلية للتحرير مرة اخرى في نفس فعمال يهاجم في محمد محمود. كان دايما السؤال طب هما ليه بيتظاهروا في محمد محمود، ما يرجعوا يتظاهروا في التحرير؟ وده كان السؤال اللي احنا بنطرحه على الشباب اللي بيتظاهر في الصفوف الامامية او موجود. كان دايما الرد او جزء من الرد ما احنا لو رجعنا التحرير هما هيهاجمونا في التحرير ومش هيسيبونا، ويبقى احنا كده في الاخر بنضيع الثوره. طبعا في جزء من الشباب كان بعد فتره، احنا بنتكلم في اواخر عام 2011، في شباب شايف ان اصحابه واخواته اللي اتقتلوا على ايدي زي ما هو بيقول على ايدي وزاره الداخليه والضباط، ما فيش اي نتيجه، لا شافوا محاكمات، لا شافوا قصاص، فهو نازل بدافع لا انا حق اخويا مش هسيبه، وانا نازل ادافع عن حق اخويا. طبعا فكره الموتوسيكلات كانت فكره
اتوجدت في محمد محمود ان شاب يبقى بموتوسيكل يخش جوه يجيب المصابين ويطلعهم على المستشفى الميداني. فكره المستشفى الميداني والنداءات اللي خرجت عبر الجزيره ان محتاجين ادويه وعلاج، وبمجرد ان النداء اتعمل يعني اتعمل جت حاجات كتير شاش وخلافه. كان في عماره في محمد محمود في الثلث الاولاني من شارع محمد محمود قبل مكتبه الجامعه الامريكيه بشويه، مقابله للمدرسه الفرنساوي اللي موجوده في محمد محمود، كانت حصل لها نهب وحريق. احنا طلعنا في الدور الخامس الدور الاخير عشان نصور ونغطي الاحداث. العماره كانت تقريبا مهجوره، ما فيهاش سكان. احنا كنا شايفين ان احنا في امان طول ما الثوار واخدين اول تلت من محمد محمود. اول الشارع كان بتقسم تلت لميدان التحرير والثوار، وتلت متمركز فيه الداخليه بالتشكيلات بتاعتها المختلفه، والتلت الاولاني اللي هو بيشكل ساحه المعركه او الصدام، اللي هو الشرطه بتستحوذ عليه شويه، والثوار بيستحوذوا عليه شويه، وبين مد وجزر بين الاثنين. العماره اللي احنا كنا فيها كانت في نهايه التلت المؤمن من الثوار اللي هو ناحيه ميدان التحرير، وبدايه التلت اللي هو فيه اللي هو السجال اللي هو بيروحوا ويجوا مع بعض فيه. واحنا فوق طول ما الثوار واخدين العماره بتاعتنا في الجزء بتاعهم احنا في امان. لما الداخليه بتهجم شويه وبتخش وبتدي غاز كثيف وخرطوش كثيف، بنبقى خلاص، لان الداخليه لو طلعت خدت الناس اللي بتصور دي هترميهم بالكاميرات وهترميهم نفسهم من الدور الخامس، وده حصل طبعا في احداث مجلس الوزراء. اقف الان في نقطه عاليه في شارع محمد محمود. ربما تستغربون من هذا المشهد، ففي شارع محمد محمود من كثره الادخنه التي يقوم بحرق الاطارات فيها بعض المتظاهرين وكذلك قنابل الغاز الكثيره والكثيفه، لابد ان ترتدي هذا للعين وهذه الكمامه لتستطيع ان تتنفس بعض الشيء حتى نصل الى هذا المكان. ظني لما بقى نطلع فوق بقى نشوف ازاي تترس قوات الامن، عباره عن يعني صفوف اماميه ثم سيارات مدرعات ثم صفوف خلفيه ثم صفوف خلفيه، يعني واضح ان كان الاستعداد قوي جدا، او معنى اصح هم كانوا واخدين تحدي ان هو مش هيوصل اي حد من المتظاهرين الى وزاره الداخليه. انا فاكر ان في يوم في التغطيه الخاصه بينا في المستشفى في شارع محمد محمود، وده جزء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، يبدو ان قوات الداخليه يعني ضربت قنابل مسيله للدموع بشكل كثيف جدا، فاحد هذه القنابل سقطت في منور البيت اللي احنا قاعدين فيه، وكان فيه مجموعه من الكتب، فقامت حريقه ضخمه جدا في العماره دي. وفي ظني اي حد مشارك في محمد محمود اكيد فاكر الحريقه الكبيره، حتى كان في بعض الزملاء ما قدروش، يعني انا كنت رايح على المكان فلسه داخل الدور الاول لقيت نار طالعه من تحت اتصلت باحد الزملاء فبدا ينزل الزملاء، وللاسف في اثنين من الزملاء ما لحقوش فضلوا قاعدين فوق لغايه لما جت قوات الدفاع المدني عشان تطفي. انا عايز اقول ان جهود الناس اللي كانت موجوده في الشارع اللي هي كانت في الاخر بتتلاحم او بمعنى اصح بتشتبك مع قوات الداخليه، لما لقوا الحريقه جزء منهم بدون ترتيب، يعني جزء منهم بدا يكمل اشتباكه وجزء منه بدا يطفي الحريقه او ينزل الناس باي شكل من الاشكال، علشان الحريقه فعلا كانت ضخمه جدا. وجودنا في كتغطيه في هذا المكان في العمار كان كاشف الاحداث، التقدم والتراجع، الحدث بيبدا منين، كان فجاه ممكن يحصل هدوء لمده ساعه وبعد كده تتجدد الاشتباكات تاني. ف يعني شهاده، انا كنت موجود في العماره وبشوف الاحداث، وفجاه تلاقي القنابل اتضربت تاني والخرطوش اتضرب تاني، فكان صعب جدا، والكاميرا رصدت الكلام ده وانا صورت الكلام ده من خلال الزوم،
رغم وجود الصوره في من فوق من 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 خلال الشقه او من خلال العماره اللي احنا حاطين فيها الكاميرا بتاعتنا، لكن دايما كنا ننزل نعمل لقاءات مع الناس. انتم مستمرين لغايه امتى؟ ايه رايكم في استقاله وزاره عصام شرف؟ ايه رايكم في بيان المجلس العسكري؟ ايه رايكم في بيان شيخ الازهر؟ كان كل ساعه في احداث، فبتتابع اللي بيحصل وبتنزل تاخد اراء الناس مع المراسل، فكان في بالفعل نقل للحدث من فوق من العماره من تحت مع المتظاهرين. وطلعت على مكتبنا ودخلت البلكونه، فما كانش يعني دخول البلكونه كان في شيء من الخطوره، فانا نزلت على الارض وفضلت ابص واصور بالموبايل من 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 الحته الحديد اللي هي بتبقى في البلكونات دي. المشهد بتاع الـ 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 الناس بتوع اللي كانوا بيتجروا وبيترموا في الزباله تحت العماره، ده كان تحت العماره اللي احنا كنا بنصور منها او كنا بنشتغل منها في اللحظه دي من التغطيات. الذكرى الاولى لاحداث محمد محمود ما ينفعش نتجاهلها تماما، لانه الذكرى الاولى لاحداث محمد محمود الناس كانت نازله تحيي ذكرى من قتلوا ها هنا في هذا المكان، ومن فقدوا أعينهم، ومن صارعوا من أجل إتمام نقل السلطة من إيد السلطة العسكرية والمجلس العسكري للسلطة المدنية. في الذكرى الأولى في الأحداث محمد محمود بدأنا بعمل لقاءات مع المتظاهرين. انتوا هتحيوا الذكرى ازاي؟ الدنيا مولعه ودي مش بدايه ثوره ولا نهايه ثوره، الثوره مستمره. انا واخد خرطوش دلوقتي حالا واخد خرطوش، وفي سبيل مصر هفضل موجود ومش هتحرك من الميدان، ومعتصمين في الميدان، وخلي السلمي اللي عمل الدستور يفرح باللي بيحصل في مصر دلوقتي. الثوره لا تسترجع، الثوره لا تطلب من احد، الثوره تفرض. الاعتصام ممتد حتى يتم الاستجابه، وتطوير الاعتصام وارد، التطوير السلمي للاعتصام وارد. علي ان يسلم صلاحيات كامله لحكومه انقاذ وطني تخرج بالبلاد من هذه الازمه وهذه الورطه الكبيره. فكان في اقارب شهداء من احداث محمد محمود ومستمرين، وقالوا احنا مش ماشيين، اخواتنا ماتوا هنا، ابني مات هنا، بنتي اتصابت هنا، فاحنا جايين نكمل. كان في ملحمه بتدور في محمد محمود واحد، وانا باكد على واحد لان بعد كده الامر اختلف. محمد محمود واحد كنت تشعر بالنقاء الثوري الحقيقي اللي كان بيرى ان هو لابد ان يحافظ على ثورته اللي هو شافها قدام عينه بدات تضيع بشكل او باخر، ولو عينه راحت فداء للثوره ما عندوش مشكله، هو يعمى بس الوطن ينور، الوطن يشوف، ما عندوش مشكله ان هو يفقد بصره، بس وطنه لا يفقد بصيرته بأي شكل أو بآخر.